السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين شات جي بي تي، في تطبيقات كتيرة بتبقى معتمدة على شات جي بي تي وساعات بتبقى أقوى منه. يعني في حد بيخصص القوة الذكاء الصناعي أو بيديله توجيه معين أو بيقدر يستغله بشكل أفضل، زي موقع اسمه AutoGPT.js. كلمة AutoGPT ده حاجة خاصة بنوع من أنواع الذكاء الصناعي بيعتمد على واجهة وتطبيق الشات جي بي تي عشان ينفذ المهام المطلوبة منه بشكل أفضل وبلغة طبيعية، ويقدر إن هو يحلل المهام اللي بتطلبها منه لمكونات أصغر، وبيستخدم المكونات بشكل أذكى وشكل آلي، ويقدر إن هو يكتب الكود ويصحح لك الكود ويختبر الكود وينفذه لك. تمام، فتقدر إن أنت تستخدمه في الكود كرافتر، أو إن أنت تستخدمه في فايل فورج أو ايجنت أركيتكت أو سيرش أو ويب إكسبلور. هو بينظم الداتا بشكل افضل، هو معتمد بصراحه على اوبن اي اي شات جي بي تي، وحتى كاتبها اهوت. وانت لو عايز تشوف معلومات اكتر ممكن تيجي هنا وتدخل على الجيت هاب. جيت هاب دي منصه اوبن سورس، فبتلاقي عليها البرامج تقدر ان انت تحملها وتقدر ان انت تستخدمها وتقدر ان انت تشوف الكود وتطلع عليه وتطور فيه زي ما انت عايز. تمام،